أول شيء نبارك كأس الأمير ونقول لك اليوم هارتك على خسارة الدوري ثلاثة صفر أمام نادي الكويت. أول شيء الله يبارك فيك ومبروك لجميع جماهير نادي القادسية الفوز بكأس حضرة صاحب السمو، ولله الحمد يعني هذا التتويج أتى بعد يعني موسم طويل ومجهود كبير بذلوه إخواننا اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، ولله الحمد أن يعني جات بنتيجة طيبة في نهاية الموسم وتحقيق يعني بطولة غالية على الجميع، وبإذن الله تكون هذه بداية انطلاقة لفريق نادي القادسية ولهذه المجموعة إن شاء الله في السنوات القادمة. وبالنسبة لهذه المباراة أنا والفترة اللي فاتت كلها أنا للأمانة أشكر اللاعبين كلهم لاعب لاعب يعني تحملوا ضغط مباريات في الفترة اللي فاتت. لعبنا مع السالمية بعدها العربي بعدها السالمية مرة ثانية عقبها على طول بيومين، يعني احنا المباراة هذه ايضا يعني كحصص تدريبية ما كان في حصة تدريبية الا امس، واللاعبين يعني طالعين من اجهاد وارهاق نهائي الكاس، يمكن شفنا عدد من الغيابات، تاندية من المباراة النهائي خرج مصاب. الشكر الأمانة الأبطال اليوم لعبوا يعني وتحاملوا على نفسهم ولعبوا المباراة بروح وبتفاني. عيد الرشيدي اليوم مقازة برو لاعب، عبد الهادي خميس، خالد محمد إبراهيم، يعني اللاعبين الأمانة في 48 ساعة هذه اللي بعد النهائي تحملوا الكثير في سبيل إثبات أن نادي القادسية نادي يعني يلتزم بمبادئه وبأخلاقياته وبشرف المنافسة أيا كانت النتيجة في النهاية. فأنا أشكرهم أن تحملوا على نفسهم ولعبوا هذه المباراة رغم الإجهاد البدني والذهني على اللاعبين، ولكن أثبتوا اليوم أنهم يعني معدنهم معدن رجال ومعدن أبطال لله الحمد. البطولة أنك تقيس الفريق مو فقط ليأخذ بطولة، ولكن التضحيات اللي قدمها واللاعبين قدموا تضحيات بالفترة اللي فاتت هذه كلها يشكرون عليها كل اللاعبين. بمعرفي شفنا تصريح من رئيس نادي الكويت خالد الغانم في أن العمل اللي قام فيه إدارة نادي القادسية غير أخلاقي بسبب فصل كشافات الملعب. يعني خل أقول لك شيء. تفضل. ما راح أرد يعني أنا على هذا الكلام، ولكن التنظيم المباراة مسؤوليتنا. نعم. والكل يعرف شنو حساسية المباراة. مسألة التنظيم لما يعني إيه الاتحاد ومسؤولين الاتحاد وأيضا جزء من يعني الإخوان في وزارة الداخلية يسمحون لمجموعة كبيرة من سواء إداريين أو جماهير. نعم. الإخوان في نادي الكويت، الإداريين أمر مقبول. نعم. ولكن أن تسمح أيضا لعدد كبير من الجماهير قبل أن الحكم يطلق صفارته أن يدخلون داخل أرض الملعب ولاعبين لا يزالون في أرض الملعب. نعم. لا، هني إحنا يصبح الأمر في هناك يعني خطر ومن ناحية أمنية على اللاعبين وعلى الجماهير اللي موجودة، فإجراء يعني احترازي بأن الكل يمشي من أرض الملعب بحيث أن لاعبينا يخرجون بسلامة ولاعبينهم أيضا يخرجون بسلامة. مسألة الاحتفال والفوز بعد المباراة هذه هي الرياضة، احنا هذا أمر مقبول عندنا، ياما مباريات احتفلنا احنا في 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 نادي الكويت وياما مباريات احتفل نادي الكويت في ملعبنا، هذا أمر يعني طبيعي وهذه هي الرياضة وهذا التنافس الشريف اللي احنا نطمح له ونسعى إليه. أما لما يكون في هناك نوع من التجاوز والتجاوز هذا ممكن يسبب يعني خطر أمني على أبنائنا اللاعبين بالفريقين على الجماهير اللي حاضرة، لا هناك لازم يكون في إجراء يتبع، وممكن أنتوا شفتوا بعد ما نعم. ما طفت الكشافات فضل الملعب لاعبين خرجوا بسلام، لاعبينهم خرجوا بسلام والجماهير أيضا، فهذا الأمر
كان من من يعني من الواجب علينا ان احنا ناخذه لحمايه الجميع. نعم. برضه في انباء عن رحيل تانديا ولن يتم تجديد عقده مع نادي القطري، ما صحه ذلك؟ احنا الى الان تو خلص يعني باقينا بعد مباراة، لكن فعليا الموسم انتهى. الان نقدر نقعد مع الجهاز الفني والجهاز الاداري ونسمع يعني وجهات النظر. مثل ما قلت لكم احنا الفترة اللي فاتت ضغط المباريات، يمكن اللي يشوف الجدول يشوف ضغط المباريات اللي كان علينا من الصعوبة انه يكون في عندنا المجال والمساحة انه والله تقعد وتتناقش مع الجهاز الفني في امور ما بعد الموسم وللموسم القادم. وهذه ايضا جزئيه انا ارد واكد عليها، يعني احنا لما نتكلم عن تنافس شريف، يعني الاخوان في نادي الكويت اللي زعلانين يعني على 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 كشافات وعلى غيره، المفروض الاولى انهم يزعلون على الاتحاد الكويتي. ليش؟ نادي الكويت فريق بطل، فريق قوي، ما يحتاج ان يتم تقديم مباراتنا لليوم هذه بحيث تصير مباشرة بعد كأس الأمير. من واجب أولى أن رجل نادي الكويت اللي زكى نادي الكويت في الاتحاد رئيسا للاتحاد، المفروض أن يلومه. التنظيم بهذه الطريقة اللي حصل اليوم والسماح مو بس الإداريين قلت لك هذا أمر مقبول، ولكن أيضا الجماهير قبل أن يصفر الحكم الأولى أن يوجه اللوم لرئيسه اللي هو يابا وزكاء رئيسا للاتحاد الكويتي لكرة القدم، واللي يعني حطوا الجدول بهذه الطريقة المعيبة. أنا ألعب نهائي بعدها بيومين لم أتمرن أي تمرين، على إجهاد ذهني إجهاد بدني ألعب مباراة مهمة مثل هذه. أنت أعتقد لاعبين نادي الكويت لاعبين أبطال وما يحتاجون هذه الأمور. يعني الفعل اللي قاموا فيه متعمد. أنت قل لي شو يعني هذا جدول، يعني هذه مو صفارة حكم والله تقدير الحكم. أنت معد الجدول وتدري القادسية يلعب نهائي يوم 21 وتتحط مباراة مهمة وحساسة مثل هذه. نعم.